السلام عليكم ورحمة الله. وأخيرا الوصفة اللي طلبتوا مني بزاف اللي هي الحريرة الحامضة والحريرة الحمراء بالخميرة البلدية، جدا صحية وجدا رائعة بالنسبة للناس اللي عندهم القولون العصبي والناس اللي كتوجعهم. الحريرة الحامضة يمكن لكم تشربوا هذه الحريرة، راه ما كتوجع ما والو، جدا صحية وأكيد على الطريقة ديال والدينا زمان، ما كاين لا هشوار ولا ميحزانون، كل شيء غنصاوب معكم باليد، خاصنا على اللحم الصراحة. المهم بزاف منكم قالوا لي القدره هذه ما بقاش نستعملها، اكيد هذا الفيديو شفته من بعد ما صورتم، يعني صورت هذا الفيديو قبل ما نشوف التعليق ديالكم، ففي الاخر الفيديو يعني غنقول لكم علاش انا كنستعملها. خليكم حتى الاخر. هنا عندي تقريبا حكيت 5 طماطشات كبار، يمكن لكم ديروا 6 يعني على حسب. المهم انا درت 5 طماطشات كبار حكيتهم، درت عليهم شويه ديال اللحم اختياري الا ما عندكمش ماشي ضروري. عندي نص بصله غنشلطها رقيقه، ويمكن لكم تحكوها كيف العاده، كيف ما قلت لكم انا اليوم ولا اغلب الاوقات ديما كنصايب الحيره ديالتي على هذه الطريقه، هذه كيعجبني نصايبها بهذه الطريقه هذه زمان. المهم هنا عندي الكرافس والمعدنوس والقزبر، عندي ربطه كبيره منهم. زمان كنا في هذاك الوالده والجيران خصوصا في الايام ديال رمضان، غير هو كيقرب داك الوقيته ديال الفطور كتسمع الدرب والحومه كامله ولا الدوار، كل شيء الناس كتسمع ديك طق 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 طق، يعني كل شيء يعني الناس يعني كيقطعوا الربيع بالجنويه وبالضليفه، حنا في هوغره كنسميوها الضليفه اللي هي هاد القرطه هذه ديالت العود. خليا في التعليق واش حتى نتوما كانت الوالده ديالكم كتقطع كلشي بيديها. هنا عندي معلقه ديال السمن، اللي عنده المعده بلاش ما ديروا السمن. عندي معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، عندي نص معلقه البزار، وعندي شويه ديال زيت الزيتون ديال داك ديال الطار يعني اللي ما فيهش الريحه. الا عندكم زيت الزيتون ديال المغرب من احسن ما ديروش في الحريره، لانه ريحه زيت الزيتون غتجي بزاف عاطيه وغتغطي على المذاق ديال الحريره. من الاحسن تستعملوا زيت الزيتون الزيت العاديه الا ما عندكمش ديال الطاليه اللي ما فيهش الريحه. صافي، هو كاين اللي كيقلل الحريره وكاين اللي كيخوي على الماء ديريكت، ولكن الطريقه الاصليه ديال زمان اللي كنشوف الام ديالو بزاف العائلات تاع زمان كيقلوها واحد شويه، كيشحروها كيف ما كنقولوا واحد شويه حتى كتشحر مزيان مزيان مزيان، عاد حتى كتمرقوها. صافي، وضفت عليها واحد الزلافه ديال الحمص اللي كان عندي مرقد ليله قبل. صافي، واكيد الملحه على حسب الذوق، انا درت معلقه كبيره لان القدره شويه كبيره، بحرجتني في العبار هو هذاك مع القطاني ومع كل شيء. صافي، ملي تشحرت لينا القدره ديالتنا صافي كتمرقوها يعني كتعمروها بالماء حتى الفوق. صراحه هذه الحيره هذه خاصها الحماس. ان شاء الله غنمشي للمغرب ونجي معايا الحماس ديال الطراب، باش شحال من حاجه خاصاني باش تكمل الكوزينه داكشي. المهم نبقى نطيب لكم بكل شيء الاوان تاع زمان 100%، مع شحال من عام شحال من عام هذا ما مشيتش للمغرب، داكشي علاش. المهم كنعديو بداكشي اللي عندنا. صافي صافي، هنا داز يا لالا واحد نص ساعه تقريبا، داك الحمص خلطو كيطيب على خاطرو، زدت عليه واحد الكاس صغير ديال اولا نص كاس صغير تاع اتاي ديال الحمص، يمكن لكم توصلوه وتلوحوه فوق ديال العدس عفوا. المهم انا راه ما مالفاش ندير هاد الفيديو طوالي بزاف، المهم غير ردوا عليا وصافي غير دوزوها. واخا بزاف منكم يقول لي عافاك بقاي دينا الفيديوهات طوالين باش نبقاو نسمعوا الصوت ديالك يعجبنا، شكرا لكم الله يكبر بكم، انا غنبقى ندير لكم فيديوهات طوالين في اليوتيوب. صافي، هنا دزت الكبال، شكون فيكم اللي عز علي هاد الاكله هادي ولا هاد السناك ولا اكله خفيفه، حنا في هو راه كنسميوه الكبال. كاين اللي هكذا يعني نسرقوه مع الملحه، وكاين اللي كيشويه فوق الجمر، نتوما اش من طريقه باش كيعجبكم. صافي، حيت لي داك الجوف ديالو ودرتو كيطيب مع شويه ديال الملحه، المهم راه شي ساعه ونص هو كيطيب على عافيه مهيله. هذا كيعجبني مره مره نهز منه وحده ولا جوج هكذاك، يعني ما بين الوجبات بحال نقولوا وجبه خفيفه. صافي، هنا عندي الخميره بلديه كيف ما شفتوا، خويت نص ديال القرعه وجبت واحد المغرفه ديال اي دقيق من اختياركم اللي نتوما يعني كتبغوا، صوفو رص ولا القمح، ومن الاحسن يكون ديال القمح. صافي كتخلطوه
وزمان ما كانوش يعني الوالده زمان ما كانتش كتخلط بالمعلقه، كانت كدير يديها بحال هكذا اولا كتخوي في القرعه وكتخضو القرعه ديال الكوفيتير هادي، كان كدير فيها الدقيق بالخميره البلديه بكل شيء وكتخضو صافي. وكندوزو هنايا القدره ديالتنا، كنلقاو داك الحمص طاب وكل شيء طاب، كنزفو عليه نضيفو عليهم واحد شويه ديال الشعريه. وهنا عندي داك الخريط ديال الكرافس والمعدنوس والقزبور، خليت من واحد الزليفه صغيره حتى الاخر ولحتهم باش تبقى داك المذاق ديالها زوين، حتى اللوين كيبقى زوين يعني كديرو مع الشعريه في نفس الوقت وصافي. ايوا يا لاله ويا سيدي، هنا كنجيبو الخميره البلديه كيف ما شفتو اللي خلطت معاكم صافي. وهاد الحيره يمكن لا تبقى عندكم في الثلاجه حتى 4 ايام ما كيخسر بها والو، يعني انا كندير قدره كبيره كنبقى نشرب منها انا وبناتي حتى 3 ايام 4 ايام يعني كتبقى مزيانه، بعض المرات حتى راجلي كيشرب معانا صافي. كيف ما شفتوا كدوروها بحال الحيره العاديه. وفي هاد اللقطه هادي يمكن لكم تزيدوا فواحد شويه البيض، انا صراحه ما كيعجبنيش حتى بناتي ما كيعجبهمش البيض في الحريره، فكنخليها هكذاك سامبل. ويمكن لكم تضيفوا ليها واحد المعلقه ديال السمن. بغيت نوريكم ديك المغرفه، شوفوا المغرفه قداش ما شاء الله، جابتها لي ماما وبا معاهم المغرب العام اللي فات، زوينه بزاف وداكشي زعما ديال الزمان. قلت لكم خاصني غير الحماس ديال التراب، ان شاء الله يا ربي تا ونجيبو صافي. وكنخليها كطيب مع ديك الخميره البلديه واحد 20 دقيقه هكذاك، على المهم تبقاو تحركوا هكذاك ما تخلوهاش تحرق لكم حتى كتولي على هذا الشكل كيف ما شفتوا. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تضيف واحد نص معلقه ديال السمن الحار في الاخر، ولكن عاد السمن الحار كديروه في الاول راه كيكفي، راه كتبقى الريحه ديالته يعني واخا كطيب الريحه ديالته كتبقى. واكيد الناس اللي بغاو السمن الحار راه كاين في الصفحه، شاركتوا مع في القناه شاركت معكم فيها السمن الحار، والناس اللي مازال ما شافوش الفيديو ديال الخميره البلديه حتى هو كاين في القناه، شاركتوا معكم غير البارح الخميره البلديه والخبز بيها وكيفاش الاحتفاظ بيها. هنا عندي الكبال وجيت كيف ما شفتوا. بغيت نسولكم شكون فيكم عندها بحال هذا البرد هذا، اش باقي عندكم؟ والقله ديال التراب انا ما كنختانيش صراحه، زوينه هذا الكبال ديالي وجد. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تنساونيش من التعاليق والكومونتيرات الزوينه ديالكم، كنبغيكم كاملين. كانت معكم هواريه. دابا واش بصح هاد القدره هادي ما مزياناش اللوحه؟ مع بزاف البنات قالوا لي هاد النوع اللي من لامانيوم ما مزيانش ماشي صحيش. وهاد الطاجين هذا هما القدام عندي، واخا راه يعني عندي بزاف د الاواني جداد وداكشي الاخر، المهم داكشي ديال الكلاس يعني بحال هاد النوع هذا، ولكن هادو ما عرفتش علاش الناس كلشي قالوا لي لوحيهم واش بصح غير صحيين. انا اصلا مخليهم عندي غير حيتاش يعني هكذاك يعني ماشي حاجه من زمان فهمتو، ماشي شي اللي كنستعملهم ديما غير في التصوير. خليه في التعاليق واش بصح نخليهم ولا نلوحهم.